إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فقد أكرمنا الله عز وجل في الدرس الماضي أن تكلمنا عن مداخل متعلقة بمبحث القواعد الفقهية، وآن لنا أن نتكلم في هذا اليوم إن شاء الله عن شيء من هذه القواعد. وكان مفتاح الكلام عن القواعد هو الكلام عن القواعد الخمس الفقهية الكلية الكبرى. فهذه القواعد الخمس الكبرى أو الكلية هي مفاتيح مبحث القواعد الفقهية. وهذه القواعد، إخواني في الله، لا بد لطالب علم الفقه أن يتعلمها وأن يحكمها وأن يتقنها، لأنها مفتاح للإجابة على ألوف المسائل. فهذه القواعد، إخواني في الله، كما سبق الإشارة في الدرس الماضي، أولا جميع مسائل الفقه ترجع إليها، فإذا هي ليست محصورة في باب من أبواب الفقه، من مثل باب الصلاة أو باب الزكاة أو باب الحج، لا، بل هي متعلقة بجميع مباحث الفقه، فتجدها تنطبق على فقه البيوع وعلى فقه المعاملات وعلى فقه الزكاة وعلى الحج وعلى غيرها من مسائل الفقه، بعكس غيرها من القواعد فهي جزئية محصورة في باب من أبواب الفقه، مثل قاعدة متعلقة في الزكاة أو متعلقة بالصلاة، فليست القاعدة التي في الصلاة تنطبق على القاعدة التي في الزكاة، وليست القاعدة التي في الزكاة تنطبق على المباحث في الصلاة، وهكذا. أما هذه القواعد فهي قواعد كلية تنطبق على جميع مسائل الفقه، على جميع مسائل الفقه، فلذا هذه قواعد مهمة جدا. الأمر الثاني في ميزاتها أن الخلاف بين الفقهاء فيها قليل، بل يكاد يكون معدوما. فهذه القواعد الفقهية الكلية الخلاف فيها قليل نادر، حتى يكاد يكون في بعض الصور معدوما، بعكس القواعد الفقهية الأخرى، فكثيرا من قواعد الفقه المتعلقة بالزكاة تجد فيها خلاف بين الأئمة وبين الفقهاء وبين العلماء. أما هذه القواعد فهي قواعد شبه متفق عليها بين الفقهاء. إذن هذه الميزة الثانية المتعلقة بهذه القواعد الخمس الكلية. الأمر الثالث أنه يندرج تحتها، أي تحت هذه القواعد، قواعد فرعية كثيرة. يندرج تحت هذه القواعد الكلية الكبرى قواعد فرعية كثيرة. فإذا إخواني في الله، هذه الميزات الثلاثة
هي أشهر ما يميز القواعد الخمس الكبرى أو الكلية. وقبل أن نتناول قاعدة من القواعد، فيذكر في كلام أهل العلم وفي أكثر من كتاب من كتب القواعد الفقهية يذكرون قصة كأنها المفتاح أو التاريخ للقواعد الفقهية. فذكر من بين الذين ذكروا هذه القصة وهم جمع، ذكره السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر صفحة 61 من الجزء الأول. قال: حكى القاضي أبو سعيد أو أبو سعد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراه بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس أو الدبوسي إمام الحنفية بها بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. إذن انظروا إلى هذا الخبر الذي وصل أبا سعد أو أبا سعيد الهروي، وهذا الخبر مفاده أن جميع المسائل الفقهية المتعلقة بالمذهب الحنفي وهي كثيرة جدا جدا مرجعها إلى 17 قاعدة. فقال: إذن أذهب إلى هذا العالم وأتعلم منه هذه القواعد 17 لعلها تكون بابا لي حتى أتقن فقه الحنفية. فسافر إليه. فانظروا إلى العلم، يحتاج إلى همة ويحتاج إلى مكنة. سافر إليه، وكان أبو طاهر هذا العالم الحنفي المكنى أو المكنى أبا طاهر، وكان أبو طاهر ضريرا لا يرى، أعطاه الله عز وجل من العلم الكثير ولكنه ابتلي وامتحن بفقد بصره. وكان يكرر، أي أبو طاهر كان له منهج في ترسيخ هذه القواعد الفقهية في ذهنه، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه. انظر إلى هذا العالم، لا يريد أن يبتذل العلم ويمتهن، فكان حريصا على أن لا يعطي العلم لأي واحد، وهذا منهج غير واحد من أهل العلم، أنهم كانت لهم دروس عامة ودروس خاصة، فعندما يرون من التلميذ مكابرة أو مناكدة أو تحدي للشيخ فإنهم يهملونه ولا يتابعونه ولا يعطونه خواص العلم، وعندما يرونه مؤدبا مع شيخه حريصا على العلم متواضعا عنده تقوى الله كانوا يعطونه خواص المعلومات. فهذا أبو طاهر بعد هذه السنين الطويلة من عمره في جمع الفقه ودراسة الفقه خرج ب17 قاعدة، فلم يرد أن يعطيها لأي واحد حتى لا يمتهن العلم، وإنما يعطيها للخاصة الذين هم عندهم من النشاط
وعندهم من الهمة وعندهم من التقوى ما ينفع أن يكونوا أهلا لأخذ هذه المعلومات. فكان يكرر هذه القواعد بعد أن يخرج الناس من المسجد، وكان لا يرى، فكان يرفع صوته بتكرار هذه القواعد. فما كان من هذا العالم الهروي إلا أن حاول أن يتحايل حتى يحصل العلم، لأنه يعرف إن ذهب إليه هكذا فلن يعطيه هذا العلم، لأنه يحتاج منه إلى فترة، إلى صبر وامتحانات وتقييم، فأراد أن يختصر الطريق. فماذا فعل؟ قال: فالتف الهروي بحصير، لف نفسه بالحصير وبقي في المسجد حتى خرج الناس من المسجد. وخرج الناس وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد سبعة، فحصلت للهروي سعلة. سعلة أي نوع من العطاس، وهو أقل من العطاس، فأحس به أبو طاهر فضربه، وهذا ضرب العالم لتلميذه وللتلاميذ، ضرب المحب لمن يحب. فلم يقل: كيف أضرب وأنا شاب قوي وأنت ضرير، لو صفعتك بقفا يدي لقتلتك. لا، فالعلم له رفعة وحكم على هؤلاء. فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك، أي أبو طاهر. فرجع الهروي لم يحصل 17 قاعدة، وإنما حصل فقط 7. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك 7. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسين، قاضي حسين إمام الشافعية في زمانه صاحب التعليقة، فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. قال: إذن هو عنده 17 قاعدة، أما نحن في مذهبنا فنرجع الفقه ونرجع الفقه إلى 4 قواعد. الأولى: اليقين لا يزال بالشك. والثانية: المشقة تجلب التيسير. والثالثة: الضرر يزال. والرابعة: العادة محكمة. ثم قال السيوطي: وضم بعض الفضلاء إلى هذه القاعدة أو إلى هذه قاعدة 5، وهي الأمور بمقاصدها. هذا الفعل، هذه القواعد 5 هي القواعد الكلية التي نحن بصددها، وقد نظمت هذه القواعد 5 عند بعض الشافعية، وذكرها الثقاف المكي علوي، وهذا ممن مات قبل حوالي 100 سنة. فقال ناقلا عن هؤلاء الشافعية الذين ذكروا هذه القواعد 5، قال: 5 محررة قواعد مذهب
للشافعي بها تكون خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذلك المشقة تجلب التيسيرا. والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن أردت أجورا. ذكرها في كتابه مختصر الفوائد المكية صفحة 25. إذا إخواني في الله، هذه باعتبار مدخل إلى دراسة القواعد الفقهية الخمس الكبرى حتى تعرف أهميتها. ثم إخواني في الله، بعدما تتعلم هذه القواعد فإنك تحتاج إلى أمر آخر بعد توفيق الله عز وجل لكي تصبح فقيها. من يعرف هذا الأمر الآخر؟ من يعرف هذا الأمر الآخر؟ من يعرف؟ تفضل. الملكة، فتحتاج إلى الملكة الفقهية. فأنت تعرف القواعد، ولكن ما ذكره الإخوة يلتقي مع ما يسمى بالملكة. كيف تنزل هذه القواعد في مكانها، وكيف تلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهنا يكون الاتفاق وهناك يكون الاختلاف، وهذا ينطبق على هذه القاعدة وذاك لا ينطبق، وكيف يكون سريعا ذلك؟ فهذا يحتاج إلى توفيق الله حتى ترزق الملكة. فلذا من نفس مدرسة الشافعية ومن نفس مدرسة الحنفية تجد الفقهاء متفاوتون، وكيف ينزلون المنازل أو المسائل منازلها. لذا فكان منهم طبقات في الفقه، فنسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يصل إلى أعلى درجات الفقه، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم أجمعين.